هذه الكلمات هي أن عليكم أيها الكربلائيون أن تعرفوا أنفسكم وأن تعرفوا مكانتكم وواقعكم. عليكم أن لا تنسوا أنفسكم عندما أصبحتم خارج كربلاء، فأنتم هنا في الكويت أو في إيران أو في سوريا أو في لبنان أو في الولايات المتحدة أو في أي بلد على كرة الأرض، أنتم تحملون طابع الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام. نحن نقرأ في كتب الحديث الصحابي من هو؟ الصحابي هو الذي رأى رسول الله وسمع كلامه أو حديثه، وإن لم ير رسول الله إلا في موطن وموقف واحد فقط. فإذا كان هنالك إنسان رأى رسول الله ساعة واحدة وسمع منه جملة واحدة يعتبر صحابيا، والصحابي له مكانة كبيرة لأنه تشرف بلقاء رسول الله ولو لساعة واحدة، وتفاعلت مشاعره مع كلام رسول الله ولو من خلال حديث واحد. هذا الصحابي إن لم ينحرف يبقى محترما من قبل جميع المسلمين. لو دخل الآن هنا أي رجل وعرفتم أنه أدرك رسول الله وسمع حديثه ولو للحظة واحدة، فإننا جميعا سننحني له إجلالا لرسول الله عبر هذا الرجل الذي رأى رسول الله وسمع كلامه. وأنتم أيها الكربلائيون الذين عايشتم الإمام الحسين فترة طويلة سنوات طوال، نبتتم من التراب المضمخ بدماء الإمام الحسين عليه السلام، فإنكم إن لم تتميزوا على غيركم بتقواكم وبحسينيتكم أي بتفاعلكم مع توجيهات الإمام الحسين تكونوا قد فرطتم بكربلاء وبدم الحسين عليه السلام. يلزم أن يتوفر في كل واحد منكم ولو ذرة صغيرة من إشعاعات الإمام الحسين عليه السلام. يلزم أن تعبروا من خلال تصرفاتكم وأقوالكم وخطواتكم، أن تعبروا عن سيرة الإمام الحسين ومسلكيته في الحياة. يلزم أن تكونوا المرايا الصغيرة، ولا أقول غير ذلك، للإمام الحسين. يلزم أن ينعكس الإمام الحسين في أفكاركم وفي أعمالكم حتى تكونوا حسينيين بالفعل، لأن الذي عايش الرسول وانحرف يعتبر عقابه فوق العقاب وثوابه فوق الثواب. في حديث أن رجلا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ارتكب ما لا يليق بصحابة الإمام الصادق، فاستدعاه الإمام الصادق عليه السلام وقال له: يا هذا، الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لمكانك منا، والقبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لمكانك منا. اعملوا حتى يقول الناس هذا أدب جعفر، لأنكم تحسبون على الإمام الصادق، فإذا عملتم الحسن أصبحتم أسوة للآخرين، وإذا عملتم القبيح بررتم القبائح من الآخرين. أولم تقرأ قول الله تعالى لزوجات النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء؟ زوجة النبي إذا ارتكبت جريمة فإن عقابها ضعف سائر النساء، وإذا فعلت حسنة فلها ضعف الثواب سائر النساء. هكذا المحسوبون على الأئمة الطاهرين عليهم السلام، هكذا أنتم أيها الكربلائيون، وهكذا نحن جميعا شيعة الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام.
إن أحسننا فإن حسناتنا تعتبر امتدادات لسيرة الأئمة الطاهرين، وإن أسأنا فإن إساءاتنا تعتبر امتدادات للأئمة الطاهرين. وطالما الأئمة عليهم الصلاة والسلام طاهرون مطهرون، فإن وصمتهم بتصرفاتنا السيئة وانعكاس سيئاتنا عليهم ظلم بحقهم. فلذلك لعل الأئمة عليهم السلام يكونوا أول الناس محاسبة لنا في الدنيا وفي الآخرة، فعلينا أن نعبر عما يليق بقادتنا الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، وأن نحاول أن لا يوصمهم بشيء يمكن أن يوصموا به في نظرات الناس الخاطئة من خلال تصرفاتنا وأعمالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة دينه وأوليائه، وأن يجعلنا من الذين عملوا التقوى واتبعوا الصادقين، ببركة الصلوات على محمد وآله.